عن المرأة الفلسطينية، المرأة المكافحة المناضلة، كيف تقارنينها مع باقي النساء العربيات؟ هل تهيئها وضعيتها الخاصة لتقمص دور السياسي فعال كالذي تقترحينه نموذجا لمستقبل المرأة العربية؟ طبيعي، يعني المرأة الفلسطينية امرأة عربية مثل المرأة المصرية والمغربية والتونسية، يعني هي جزء من الوطن العربي، اللي يجب أن يكون هناك وحدة عربية بين الشعوب حتى يمكن أن نتغلب على إسرائيل. يعني هي إسرائيل بتهزمنا بسبب التجزئة، فإذا لابد المرأة الفلسطينية أن تعي معنى الوحدة العربية، الوحدة العربية بين الشعوب، الوحدة العربية بين النساء، تضامن المرأة العربي، تضامن الرجال العرب في مواجهة العدو الصهيوني مع العدو الأمريكاني والرأسمالية العالمية. فده مرتبط إلى حد كبير أيضا بوعي المرأة، يعني بفهمها، بازدياد وعيها، باستقلالها الاقتصادي، بتحررها، بقدرتها على النضال، لأن المرأة المستعبدة لا تناضل. لا، أنا رأيي أن المرأة العربية أنها أن يكون الباب مفتوح أمامها لتفعل ما تؤهله لها قدرتها الفكرية والنفسية والسياسية، بمعنى أن المرأة العربية، النساء العربيات والنساء الفلسطينيات نصف المجتمع، 50% من المجتمع نساء، لكن هم غير متواجدات في العمل السياسي وفي بالذات دوائر صنع القرار. صنع القرار يعني الذي يصنع القرار في مجتمعاتنا العربية رجال، ورجال من طبقة معينة، لأن احنا مجتمع طبقي أبوي. يعني لا أقول أنها مجرد سيطرة الرجل، وإنما سيطرة طبقة أيضا. النساء، أغلبية النساء خارج السياسة، خارج السلطة، سواء في الدولة أو في الأسرة، هم يعني تابعات للرجل. فالنقطة الأولى في التحرر أن المرأة تتحرر، لأنها إذا لم تتحرر لم تستطيع أن تحرر المجتمع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يمكن أن أكون فاقدة لذاتي وحريتي ووعي واستقلالي ثم أحرر الوطن؟ كيف يمكن هذا؟ لا يمكن، لازم أكون متحررة على المستوى الفردي حتى يمكن أن أحرر المجتمع على المستوى الجماعي. وده من هم إيماني بقضية المرأة كالآتي: إن قضية المرأة لا تنفصل عن قضية تحرير الوطن، تحرير الوطن لا ينفصل عن قضية تحرير المرأة. المرأة الفلسطينية تعطي نموذج للمرأة الفعالة السياسية. طبعا هناك نساء فلسطينيات عندهم وعي كبير، لأن الثورة نفسها بتعطي وعي زيادة. فقدان الأرض، الأزمة اللي موجودة، الأزمات بتخلي الرجل والمرأة يتنبه إلى الخطر. نعم، ولكن نحن لا نسمع كثيرا عن نساء فلسطينيات، نسمع عن عرفات، عن أبو نضال، لكن قليلا قليلا وربما أبدا لا نسمع عن امرأة. ومع ذلك نحن نشاهد النساء الفلسطينيات في أفلام تحارب. ما هو هذا خطأ، لأن أنا قابلت ياسر عرفات في يوم من الأيام وسألت هذا السؤال: لماذا لا تتواجد المرأة الفلسطينية في قمة صنع القرار الفلسطيني وفي الثورة الفلسطينية؟ فقال لي الرد، وقال لي: ما إحنا جزء من المجتمع العربي ونعاني من المشاكل. قال كده بصراحة، قال: نحن جزء من المجتمع العربي وبنعاني من نفس المشاكل اللي موجودة، من ضمنها قهر المرأة. المرأة الفلسطينية لازم تصل تشارك الرجل الفلسطيني في صنع القرار، لأن الوطن ده وطنها، الأرض اللي ستأتي تسترد بلدها، فلازم أنها تشترك في صنع القرار وتشترك في الثورة، في صنع القرار وفي الحرب، في اتنين سوا. لكن اللي بيحصل أن المرأة دائما بتحارب تحت في القواعد، لكنها في صنع القرار غائبة. هل هناك من الرجال العرب من يفهم مشروعك السياسي وبالتالي يساعد على تحقيقه كما وكيف؟ عندنا في تضامن المرأة العربية عدد من الرجال العرب ومن مختلف البلاد العربية ومن مصر اللي بيشاركوا في تضامن المرأة العربية وبيساعدونا ومؤمنين تماما بالقضية بتاعتنا، لكنهم قليلون جدا. قليل، ولكن ليسوا قليلين جدا، لكن عندنا الصهيونية عدو العرب المباشر. أليست الرجعية الدينية الإسلامية عدوا غير مباشر لكل مشروع
السلام في المنطقة. حقيقي هذا صح، بس هو ظهور هذه الحركات الدينية الرجعية هي رد فعل إسرائيل أيضا، لأن إسرائيل كدولة دينية عنصرية هي لا تستطيع أن تتواجد في المنطقة وتعيش إلا إذا أحيطت بدويلات دينية أخرى، وهذا هو سبب حرب الحرب الطائفية في لبنان، لأن في لبنان المسيحيين يحاربوا المسلمين، والحرب تحولت إلى كأنها حرب بين مسلمين ومسيحيين في حين أنها حرب سياسية واقتصادية. فهي إسرائيل بتحول المنطقة إلى دويلات دينية. طبعا ظهور التيارات الدينية الرجعية في بلادنا هي رد فعل لهذا، وطبعا بتغذيها قوى كثيرة، وطبعا النظام الإيراني الثورة الإيرانية أيضا بتلعب دور في هذا، حتى يعني ما سمي بالانفتاح الاقتصادي في مصر أيام السادات أيضا لعب دور في ظهور هذه التيارات، لأن طبعا مع الانفتاح الاقتصادي على البضائع الغربية كان هناك انغلاق على الفكر القديم والسلف والأسلاف، وكان هناك أيضا بواسطة السادات تشجيع لهذه التيارات لمقاومة التيارات الاشتراكية والتقدمية في البلد. الاشتراكية تكلمت كثيرا عن الاشتراكية، أنت طبعا اشتراكية وهذا ليس فيه ريب. الاشتراكية غير مسلمة كأديولوجية، والعرب أغلبيتهم مسلمون، الصراع إذن حاد وجهنمي. وما رأيك في نظرية الاشتراكية الإسلامية التي تقترحها بعض الأنظمة العربية وبعض المفكرون العرب الإصلاحيون كما يسمون نفسهم؟ أنا أريد أن أفصل الدين تماما، يعني بمعنى إيه؟ لا أقول أن الاشتراكية مسلمة أو غير مسلمة، يعني الاشتراكية الحقيقية هي بحث عن العدالة بين الطبقات والعدالة الاجتماعية، بحيث أن تقل الفوارق بين الطبقات ويلغى النظام الطبقي، وما يبقاش هناك في مجتمعنا أغنياء وفقراء، ويبقى في نوع من العدالة الاجتماعية الموجودة. هذه الاشتراكية في ذهني، وهي لن تحدث بين يوم وليلة أن احنا ستكون هناك ثورة اشتراكية ويحدث هذا، إنها حركة مستمرة في التاريخ، وهي عملية مستمرة بتحدث بالتدريج وليس فجأة، وتقتضي تكاتف جميع القوى الشعبية اللي موجودة والتيارات الموجودة. ولكن الاشتراكية ليس لها صفة دينية، يعني ما أقدرش أقول الاشتراكية إسلامية أو مسيحية وما إلى ذلك. الاشتراكية هي يعني فكر سياسي اجتماعي اقتصادي لا علاقة له بالأديان، لا علاقة له بالأديان. لكن مع ذلك إذا رجعنا القرآن أو إلى الإسلام إلى القوانين، ليست اشتراكية أبدا. يعني الـ الأديان بتتغير حسب الأنظمة السياسية، يعني ممكن قوي الدين يتغير ويوافق ويواكب النظام السياسي. طب ما هو بورقيبة في تونس غير كثير من الأساسيات، غير كثير وعمل تفسير جديد للقرآن وسن قوانين بالنسبة للمرأة. فممكن قوي، لأن الدين مرن إلى حد كبير، هناك مرونة، فممكن الاستفادة من هذه المرونة بحيث أن احنا فعلا نستفيد، بدل ما يكون الدين ضدنا يكون الدين معانا. وهو الدين إيه؟ ما هو الدين؟ الدين إذا لم يكن هو العدالة والحرية فهو ليس دين. أنا في رأيي كده، الدين إذا ما كانش حرية اجتماعية وحرية وعدالة اجتماعية لا يكون دين. يعني هل هناك دين مع التفرقة بين الغني والفقير، أو تفرقة بين رجل والمرأة؟ لا، ليس دين. أنا في رأيي ليس دين. إذا الدين في نظري هو العدالة. أشكرك كثير، شكرا كثير. مثلا الحجاب من الإسلام بحتا، لا وانا اتحداك حضرتك ما قرات التاريخ. لا انا قرات التلمود. التلمود لا لا، عند المسيحيه وعند الاسلام وعند اليهود في حجاب، وانا اتحدى اي واحد من تلك الديانات. في اليهوديه في حجاب، تفضل انا اتحدى. لا لا لا، من الاسلام يتحدى من الاديان الاخرى. الاسلام فرنش انجلش، اي مين ات فور ايفري بودي.